نعود معكم الآن مشاهدينا إلى أجواء القهوة مع الباريستا آلاء اللي منورتنا اليوم من أجواء القهوة الحقيقية. مساء الخير من جديد آلاء، وإلى الآن حكيني كيف الأوضاع عندكم؟ مساء النور، والله الأوضاع مرة حلوة مرة حلوة. طيب أبعرف إيش الأصناف اللي محضرينها اليوم أو اللي بتنطلب منكم أكثر في هذه اللحظات آلاء؟ هذه اللحظات زي ما انت عارفه جونا يعني صيف وكذا، فكل الناس بتيجي في هذه الاوقات للمشروبات البارده. تلاقي سيجنتشر بيستاشيو ايس لاتيه للمحبين الاشياء اللي ما فيها حلا كثير وكذا. ايس بانيش طبعا زي ما انت عارفه. بس اكيد القهوه البارده بيطلبوها في النهار ولا بالليل اكثر آلاء؟ لا الصباح اكثر. في الصباح اكثر؟ صدقي ما قد جربتها ولا فكرت في يوم من الايام اني في الصباح اشرب قهوه بارده. كيف الاجواء ممكن تكون مختلفه مع القهوه البارده؟ ممكن ايوه، لان الناس جايه كلها من برا رايح حر. فعلى طول اول ما تخش بارد. طب ما في عصائر مثلا غير القهوه ممكن تكون بارده في نفس الوقت؟ الموهيتو في عندنا الموهيتو اللي هو الكركديه، حتى في خاصه الكركديه مره رهيبه. في كمان زي مثلا اللي هو الاشياء الاسبريسو البارده، اسبريسو مع الخوخ مع مويه غازيه، فاللي هي كمان سيجنتشر تكون. فاشياء مره غريبه حتى يعني ترى مجتمع القهوه بصفه عامه يا لمية تلاقيه كل يوم بتجدد، كل يوم بتجدد، وتلاقي كل يعني كل مكان مختلف عن المكان الثاني تماما. صحيح صحيح، يعني في كل مكان حقيقي، في كل كافي تستمتعي، سواء من جو جوان، سواء من باريستا، سواء من قهوه اصلا وطعم رهيب، سواء حتى من اسعار، فكل مقهى وله جو صراحه. اكيد خصوصا اليوم في اليوم العالمي للقهوه، ما شاء الله عليك آلاء، يعني كل يوم بتأدي نفس المهام في المقهى، فكيف بتقدر انك تحول الموضوع من عمل الى شيء ممتع يعني يومي؟ شوفي في مجال القهوه اشياء كثير مره ممتعه، مرة ممتعة، سواء الزوار، سواء الروتين، اصلا الروتين مرة ممتع، سواء يعني صباح ومساء، فهمتي؟ تلاقي شفت الصباح يعني مرة يفرق عن شفت المساء، جو الصباح الناس، صباح الناس جايتك يعني هي اصلا جاية الهدف ان هي تروق قبل ما تروح الدوام، فهمتي؟ صحيح، عشان مثلا تروح مبتسمة وكذا، فتلاقي اصلا الشعور مختلف، زباين الليل يجوكي يبوا يروقوا، مو يعني مو اللي همهم قهوة تفك نفسيتهم اليوم، قد ما هم يبوا يروقوا، يبوا فيو حلو، جلسة حلوة، ينبسطوا، يبوا خدمة ممتازة. صحيح، حتى صباح معاكي. طب كلمينا، يبوا سرعة الطلبات على طول. صحيح، اتفق معاكي. طب كلميني عن الزباين شوي، يعني انت مسؤولة عن تعديل المزاج، فهذه مهمة ابدا مو سهلة، فكيف بتقدر انك ترضي جميع الاذواق؟ شوفي هو غالبا يعني اصلا يعني مجال القهوة محدود، محدود يعني من ناحية بارد وحار وكذا. فتلاقينا عند الكاشير يعني دائما اللي موجود او الموجود عند الكاشير دائما تلاقيها بتلبي رغبه الزبون، انه ايش النكهه اللي بتحبها؟ تحب بارد بحليب ولا بدون؟ تحب المشروب حار بزياده؟ لانك انت عارفه زي في السبيشاليتي كوفي الناس كلها يعني بتقدم القهوه على 60 70 درجه حراره، هذا الشيء ما بيناسب الناس كلهم لانه القهوه بتكون دافيه ما هي حاره. فتلاقي يعني هذه بتكون من مهام الكاشير اكثر، انه كيف يعني يرضي او يوصل لذائقه الزبون عشان يرجع الزبون دا يتردد اكثر واكثر على المقهى. اكيد اكيد طبعا. طب أبعرف ايش اكثر الاعمار اللي بتجيكم في المقهى، وكمان الفرق بين طلبات البنات وطلبات الشباب؟ الاعمار اللي بتجي المقهى صراحه كل الاعمار، لانه زي ما قلت لك المقاهي صارت بتلبي اكثر من انه قهوه، صارت بتلبي كل احتياجات الناس، سواء عصير، سواء فطور، سواء حتى برانش، كله. فالفرق بين طلبات البنات والاولاد غالبا البنات تحسيهم مايلين للبارد اكثر. الشباب تلاقيهم كابتشينو، لاتيه، مشروبات حاره، دريب كوفي، بلاك، زي كذا. وفي كمان ترى هو ما يختلف بين جنس وجنس، انا احسه اكثر من عمر. تلاقي اللي اعمارهم تحسيها 18 20 يشربوا البارد بزياده، الامهات اي اللي يشتروا القهوه عشان يصوروها بس. ايوه قهوه تركي، كابتشينو وكذا. اي صحيح. طب عندكم وظيفه آلاء؟ يعني انا امنيه اني اشتغل باريستا، امنيه نفسي احققها، ما اعرف متى
صراحة حقيقي تحت. ممكن حقيقي أحجزها. لازم تجي يوم عندنا حقيقي، نحن لازم نستقبلك. تخل... تجي يعني مع تسلموني ساعة المقهى، الظهر تسلموني تقضوها المقهى، اليوم كله عندنا. تسلموني المقهى، ما تخافوا، ما عندي خبرة ترى في الموضوع. أحلى شيء برضو إنه روح التعاون بين الفريق، فهذا المجال مرة كبيرة، هذا الشيء اللي ما يخليك مثلا تملي، ما يخليك مثلا تحسي إنه يومك يعني حيضيع في الدوام، أو تحسي إنه متى نهاية الشهر تيجي، زي دي الأشياء كلها. حقيقي جميل. حقيقي روح الناس اللي بتشتغل معاكي، روح الزبون هو خاش عندك، حقيقي هي اللي تخليك كل يوم تصحي من النوم تروحي تداومي. طب لما تكوني يعني باريستا وبنت في الفترة الأخيرة، كثروا الباريستا عندنا في السعودية، ما شاء الله تبارك الله، من الشباب ومن البنات، فما بتجيكي ملاحظات أو إنك بتحاولي مثلا تلطفي الأجواء مع عميل ما عجبته القهوة؟ فأكيد بتمر بمواقف صعبة في أثناء عملك، كيف تتصرفي؟ ايوه في اشياء كثير، يعني بالذات ايام ما يكون مثلا ويكند مساء ضغط، تكون هذه الاشياء وارده مره كثير. ليش؟ لان عندك انت تكييف هنا يكون مره عالي في المقاهي، لانه زحمه ناس وكذا، فالتكييف بيكون عالي دائما، وانت بتقدم القهوه على 60 70 درجه حراره، فالناس يعني تجيك القهوه بارده، القهوه بارده، هذا يمكن اكثر كومنت بنسمعه في مجال القهوه المختصه، لانه لسه الناس ما فاهمه انه الحليب لو تبخر زياده بيروح الحلاوه اللي فيه، بيبدا يطلع طعم حرق. الناس ما يفهموا هذه الاشياء، مو كلها يعني، قليل من الناس. فنحن بنوعيهم دائما في ذا الشيء، في اللي بيرضى، في اللي بيزعل، في اللي بنعوضه، بس في النهايه كل العملاء لازم يخرجوا من هنا وهم راضين. حلو، عندي سؤال يعني نفسي أعرف إجابته، هل الباريستا لازم يكون يعرف يرسم على القهوة أو لا؟ مو شرط يعني. لا شوفي، هو مو شرط، لانه هذا شيء بيجي مع الوقت، اهم شيء بيطلع طعم قهوه حلوه، وما يعني بيمشي على اللوائح والانظمه صح، من جميل. ناحيه وزن البن، من ناحيه درجه حراره المويه، من ناحيه ضغط البار، من ناحيه هذه الاشياء كلها، الاملاح اللي في الاسبريسو، البن قديم ولا جديد، بس بالنهايه يعني مع الوقت كله بيطلع. طب ما عندك أحد ممكن يرسم لنا رسمة جميلة على القهوة كذا لايف نشوفها مع بعض؟ يعني نفسي أعيش عندكم دحين، أبغى أعيش الأجواء معاكم الموجودة في المقهى، فعيشينا جو المقهى شوي. بما انك نفسك في كورتاد، بنرسم لك على كورتاد شيء خفيف، أيوة ايش رايك؟ ممكن ممكن أكيد طبعا. الريحة وصلتني يا جماعة، فين قهوتي؟ موجودة. بالنسبة حتى يعني حتى الناس صارت في المقاهي تتفنى في المكاين، المكاين مرة صارت مهمة يعني، وهي أصلا تكون الجهد الأكبر عليها، يعني على من ناحية الماكينة ولا البن؟ على الماكينة والبريستا والبن، يعني هي كلها عوامل بتساعد بعض، لكن نحن هنا من المكاين اللي جايبينها، الماكينة اللي ما بتخلي بين العميل والكاستمر يعني يعني حاجز، يعني لدرجة ان الماكينة مفتوحة من النص بحيث انه الزبون يشوف اوردر وهو بيتحضر. حلو، يعني كل شيء. فهذا الشيء برضه ممتع للزبون مرة، انه غالبا بتكون المكاين مقفلة من برا، صح، فبيجي الزبون مو عارف هو الاستخلاص نزل صح، القهوة حقته مضبوطة ما هي مضبوطة، الأشياء كلها بتأثر. أحمد خلي أحمد يشاركنا دحين في كوب كورتادو ممتاز، إن شاء ايوه الله تجينا وتذوقيه عندنا. لازم أحمد بإذن الله. بس أنا لفتت انتباهي الماكينة، أول مرة أشوف ماكينة مفرغة من الداخل يعني من النص، أصير أعرف وأشوف كيف بتنعمل قهوتي، دائما بتكون مقفلة من الخارج، ولكن أتوقع الأسعار بتكون عالية جدا يا هذا آلاء، الشيء صح؟ كمان بيبسط زباين الصباح مره. ليش؟ لانه احيانا زبون الصباح بيجيك انه طفشان من دوامه، خارج بريك زي كذا، فاحيانا بيخلي الزبون كمان يشارك معانا في تحضير قهوته، ويبدا هو كمان يتعلم هذه المراحل. حتى البيتشر عندك هنا اللي هو بيفوم الحليب نقدر نقلبه من برا ونخلي الزبون هو اللي يعمل قهوته بنفسه، فهذا جميل. الشيء كمان بيبسط الزبون مره، تحسيه صاحي من النوم بيبدا يصحصح في هذه الحركه. فبرضه هذه اشياء كثير يعني بتنعمل للزبون عشان ترضيه وكمان عشان يستمتع عندنا. جميل جدا حقيقة، شكرا لك آلاء، استمتعنا كثير معاك وحسينا فعلا بأجواء القهوة في اليوم العالمي. حضري لي قهوتي شوفي مسافة عندك. الطريق وأكون عندك بإذن الله، أجيكي بعد الحلقة على طول، راح أذوقها وأكيد راح نصور للمتابعين. شكرا لك آلاء، يعطيك ألف عافية. عفوا، الله يعافيكي، نورتينا. شكرا لك مع السلامة. مشاهدينا